مقطع قائد عمليات كربلاء ناشر يشكر سرايا السلام على انضباطهم وعلى تعاونهم ويا القوات الامنيه. طبعا انا الكل شكرته، عميس واول عميس الجيش والحشد وكلها شكرته، لان كلها بالاخير اخوان ما عدا السياسيين العذاب. اليوم شفت مقطع الرجال جاي قائد عمليات كربلاء شكرهم، نشرته قلت قائد عمليات كربلاء يشكر سرايا السلام الى انضباطهم وتعاونهم ويا القوات الامنيه. حميد شنو هاي انت تفرق انت ليش تحب الصدرين؟ احب الصدرين زين، احب الصدرين من تختلف وياهم عندهم شرف خصومه، احب الصدرين من تختلف وياهم ما يبون اخا. والله انت بعدي، انت مدفوع من الطفاره من السفاره، انت مدفوع من الامريكا، هاي سوالفكم انتم الخياس المعفنين. كل قواتنا الامنيه تشكرتها ونشرتها الجيش والشرطه والحشد وسرايا السلام. عم والله اخر شيء شكرت سرايا السلام بالعباس، اخر شيء. بس انتم شيء منزوع منا شرفه، ايش تترجى من عنده؟ على كل انا ابقى حميد الاعرج وابقى احب الصدريين، احب الصدريين عراقيين، واحب الحشد مجاهدين، واحب الشرطة حامين المدن، واحب الجيش حامين السواتر. وانتم الجبناء اللي تفرقون وجماعة الفتنة وجماعة التفرقة، انتم الى اسفل السافلين. تحياتنا الخاصة لسرايا السلام، تحياتنا الخاصة للحشد الشعبي، تحياتنا للجيش وللشرطة وكلهم هنا. بس هاي ترى هاي اللي جاي يتعلق وجاي يسيب لا تابعين لا للحشد ولا للجيش ولا للشرطة ولا لسرايا السلام، ذولا يسمونهم الطرف الثالث، ذولا دايحين صح بالعراق بس ولاهم مو للعراق، ذولا عندهم كل واحد ديالها هيك مقدر بريكه.